بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصف السادس الإعدادي بفرعيه العلمي والأدبي 6th preparatory class. راح ناخذ اليوم درس جدا مهم مثل ما تشوفون lesson 9 test yourself. الدرس التاسع بيونت 1 الوحدة الأولى اللي هو عنوان test yourself، اختبر نفسك. أعزائي كل درس تاسع بالأكتيفيتي بوك هو جدا مهم وبالوزاري خصوصا، لأنه هو عبارة عن revision for the previous lessons، هو كمراجعة للمواضيع اللي تتناولها أنت بالوحدة. مثلا هسا هذا test yourself راح نلقي بيه كل شيء ما أخذناه باليونت الأول. test yourself مال الدرس مال اليونت الثاني عفوا lesson 9 مثلا راح نتناول بمواضيع اليونت الثاني وهكذا. فإذن التست الاختبار اللي موجود بالدرس التاسع على طول الكتاب هو جدا مهم. طبعا هذا موجود في صفحة 19 أعزائي. خلونا نحل مباشرة ما ناخذ كلام هواي. راح نبدأ بالفوكابلاري، هذه المفردات. A write the opposite، اكتب المعاكس المعنى المعاكس of these words لهذه الكلمات by adding a prefix، بإضافة إضافة سابقة. مثلا correct صحيح، incorrect غير صحيح، dependent independent، independent بمعنى مستقل، dependent غير مستقل، fair unfair غير عادل، fortunate unfortunate، وعندنا happy unhappy، healthy unhealthy، intelligent unintelligent، legal illegal، moral immoral، patient impatient، pleasant unpleasant، impolite unpopular، impossible unusual. طبعا هذني انا شارحهن بفيديو خاص بهن، تقدرون ترجعون للقناة بقوائم التشغيل خاصة بالسادس الاعدادي، مكتوب السادس الاعدادي تصوير جديد، راح تشوفون هذا الموضوع. اوكي ننزل الى الموضوع الثاني. طبعا هذا الموضوع هذا اللي امامكم يعطيك مثلا healthy unhealthy، يعطيك كلمة legal راح نقول له legal، فمو شرط يعطيني جماعة اليو ان او جماعة الاي ام، لا، فاحنا لازم نحفظهن كلهن وانا منوه اثناء الشرح. نجي الى تمرين بي، write the correct words، اكتب الكلمات الصحيحة. يقول لي name هنا سمي، اذكر three joints ثلاث مفاصل in the arm في الذراع، راح نقول له rest. طبعا هذا الاي اعزائي سووه اي، هنا انا كاتبة غلط، هو rest بمعنى الرسخ، لازم w r i s t. وعندنا elbow اللي هو المرفق الكوع، وعندنا shoulder اللي هو الكتف. هذا ان ثلاث مفاصل بالامتحان يجيك واحد منهن. نمبر 2 هنا name، اذكر او سمي two joints مفصلين in the leg بالساق، راح نذكر له ني الكي ما يلفظ بمعنى الركبة، وانكل الكاحل. نجي للنقطة الثالثة، name two things، اذكر شيئين او سمي شيئين for covering a cut، لتغطية او لف الجرح، اللي هو plaster و bandage. plaster و bandage هنا احنا نسميهن بالعربي ذني plaster و bandage. زين نجي الى التمرين الثالث، C complete the words، اكمل الكلمات، وهذا مهم ايضا يجينا بسؤال الثالث. C يقول I feel dizzy، اشعر بدوار، dizzy بمعنى دوار. I think، اعتقد. I am going، بانني سوف. راح اما يعطيك هذا كله فراغ، كله فراغ، او يعطيك حرف F وانت تكمل، ماشي؟ فاحنا لازم نحفظ كلمة faint كلها من الF، A-I-N-T، faint بمعنى مغمى عليه، فاقد الوعي. Number 2 I can't swallow، I can't swallow بمعنى لا أستطيع أن أبتلع، I can't swallow. I have، لدي، a sore، تقرح، throat بمعنى تقرح بالحنجرة بالبلعوم، and a temperature، ودرجة حرارة of 39 degrees، 39 درجة. نجي إلى number 3، you have to take two، عليك أن تأخذ، take بمعنى تأخذ، two اثنان of these، من هذه ال pills الحبوب الدواء، three times a day ثلاث مرات يوميا. Number four the skin البشرة الجلد يعني، on my legs بالساق مالتي بأقدامي is very dry جافة، so لذا I have علي أن I have to put أضع this cream هذا المرهم on عليه every day، أخلي الكريم عليها كل يوم. نجي للخامسة،
We often اثنين ننصح غالبا say bless you يرحمك الله when somebody عندما شخص sneezes يعطس but we don't say it لا نقول هذه العبارة يرحمك الله if somebody إذا شخص coughs يسأل يقح هذين المفردات مهمة وضروريات هسا خلصنا من المفردات نجي إلى صفحة 20 اللي هي grammar شوفوها grammar القواعد طبعا أنا ما راح هذا ما يجيني بالامتحان هذا أعزائي هذا تمرين دي اللي هو put the verbs in brackets into the past continuous or past simple tense انه خلي الفعل اللي بين الاقواس بالمستمر الماضي المستمر او الماضي البسيط لا يجيني جمله او يجيني بموضوع used to او يجيني بموضوع ادوات الربط الوين والاند والوايل والاز فانا مجرد راح احلهن لك اعزائي get تصير got ماضي بسيط احفظ الافعال لانه تجينا بالسبيلنج سؤال السبيلنج happen happened وشوفوا happen من نضيف لايدي من ضاعف اعزائي شوفوا هذا من ضعف من الشواذ زين عندك هنا return صارت where returning الرابع was driving هنا ينتهي بإي نحذف الإي الخامس was sitting ليش ضاعفنا التي لأنه مسبوق بعلة واحد وهو الآي الخامس was going طبيعي run الماضي مالته run اليو تصير أي put الماضي مالته نفسه أعزائي انتبهوا له زين نجي إلى stop لاحظ stop انضاعف ال P ونضيف إيدي stopped يلفظ T هنا من ننفي الماضي البسيط ننفي بمن did did not hit من ننفي الفعل يكون مصدر where راح صير were wearing كانوا يرتدون هنا نفي did not get وهنا نفس الحالة was sitting هسه ضاعفناها زين أعزائي خلونا نشوف هنا الماضي المستمر بمن ننفي was where شوفوا هنا was not wearing زين فل الماضي مالته شنو لاحظوا فيل هيت الماضي مالته شنو لاحظوا هيت بريك الماضي مالته شنو طبعا فل سقطه هيت يضرب بريك يكسر الماضي مالته شنو بروك زين نجي الى بعد عندي شنو كات هنا كات نفس الماضي وبي الماضي مالتها إما was إذا كان الفاعل مفرد أو where إذا كان الفاعل جمع ونجي هنا أيضا عندي tell told الماضي مالته ودrive drove الماضي مالته tell يخبر drive يقود stitch stitched هنا ايدي قياسي وبوت بوت أوكي أعزائي هسا إحنا نروح لمن نروح للمصدر مالتهن ذني الأفعال شوفوهن راح أكبر لكم إياهن حتى تشوفوهن بالشكل الصحيح هذني لا رحنا زايد نرجع يونت 1 لسن هذني أوكي هذني أعزائي شوفوهن يبدن هن منا من جوا هذني من جوت happened where returned was driving نوب نصعد الهن هذا اني امامكم اريدك حتى تشيك الحل مالتك وتنقلهن دن شوفوهن دن كلهن هذن الافعال كلهن قلنا ما نريد ناخذ وقت بيهن اكثر لانه يجني بغير صيغه اعزائي خلي ننزل هسه ونكمل نشوف الاكتيفيتي ايش عندنا بعد عندنا هنا تمرين اي اعزائي جدا مهم اللي هو الانتنسيفاير المحددات اللي تجي بيفور ذا كاونتبل اند انكاونتبل ناونز قبل الاسماء المعدوده وغير المعدوده هذا الحل مباشره وانا هذا الموضوع ايضا شارحه فمباشره راح احل مع ذكر السبب بسرعه هاري اب ذير ازنت الجمله منفيه هنا أنا ازنت وعندي تايم غير معدود اذا اختار ماتش كان يو لاند مي اي من عندي اي فاذا اني اختار اما little او a few فهنا عندك ماني غير معدود فلتل اختار هاو الهاو اما ماني هاو ماني كم العدد او هاو ماتش كم المعدود كم الكميه هنا عندك تايمز معدود فراح اقول هاو ماني تايمز كم مره وي نيد اي فهنا انا اي
ومور فروض غير معدود فاختار little لانه الجملة مثبتة وعندك a والاسم مور فروض غير معدود. خمسة I don't think I can fit in that parking place. There isn't جملة منفية. Space اسم غير معدود فإذا أقول much. أجي there weren't جملة منفية. People اسم معدود ناس فأقول many. I think quite a الأ إما few أو little. Had عندي فعل إذا الاسم ذكر لمرة واحدة وهو people فأقول few لأنه يقصد القليل من الناس. خلونا نشوف بعد ايش عندنا. 21 خلصت. نجي الى 22 اللي هو موضوع used to انا حاله ايضا وشارحه، مع ذلك راح احله لكم اعزائي. هو امامكم هسه هذا، اوكي انا راح اروح للحل مباشره. تمام اعزائي شوفوا امامكم هذا اللي هو صفحه شقد 22، راح احل لك اياه مباشره بالاكتيفيتي. هذا اعزائي الحل مالته، راح اكبر لك اياها ونحل سويه. خلي امامك الكتاب وشيك الحل مالتك. شوف الجمله الاولى صارت هي used to have، خليت هنا used to لانه الفعل have مثبت، وهنا الفعل الثاني صار cuts هذا لانه مضارع. شلون عرفته مضارع؟ لانه عندك now الان وعندك الفاعل his wife مفرد فاضيف است الفعل. هاي الاولى. الثانيه ايضا عندك هاف فخليت used to قبلها، وعندك ستيل صارت ستول سرقه. ليش؟ لانه عندك لاست مانث الشهر الماضي، ماضي صار الفعل الثاني. نجي للثالثه لايك صارت used to like الفعل الثاني، بما انه عندك ناو وعندك الفاعل هي وعندك اولويز، اذا هذا مضارع ناو اولويز، فهنا وونت نضيف له اس صارت وونتس. نجي للخامسه عندك وير صارت she used to wear، ايضا عندك now اوكي فالهاف ايش صارت؟ صارت has. الهاف ما نضيف لها اس اعزائي، لا اصير has بالمفرد مع الهي والشي والات او الاسم المفرد. خلي نشوف بعد اذا عندنا الخامسه هذه. شوف هنا من عندك نفي ايش راح يصير؟ راح يصير ركز وياي didn't use، شوف use بدون دي، didn't use to توك ونزل الفعل. الفعل الثاني عندك ناو اذا مضارع راح يصير، هذه عندك ناو فراح يصير، وعندك نيفر ايضا مضارع فراح يصير ستوبس نضيف له اس. ليش؟ لانه الفاعل شنو؟ الفاعل شي. زين نجي الى بي نخلي قبله يوز تو، شوفوا يوز تو لانه مجرد. وبات ذي نوكت ات داون تو ييرز اجو، عندك اجو من ظروف الماضي فاذا هذا نوك يصير شنو؟ نوكت هدموه يعني بالماضي قياسي. الفعل هنا السابع راح يصير نفي، شوفوا didn't used to be. اما الفعل الثاني عندك get هذا الفعل get هو صار got، وعندك lose صار lost. ليش؟ لانه عندك last year زمن ماضي اعزائي. خلونا نرجع هسه نشوف شنو اللي بقالنا بالاكتيفيتي. خلونا نشوف اذا بقى بالدرس التاسع بقالنا الانشاء. خلونا نتناوله وحد فيديو وحده الانشاء. هسه خلصنا الدرس التاسع مع الحل، وضروري ترجعون لفهم المواضيع بالقناه موجوده كلها بقوائم التشغيل اعزائي. اتمنى انه درس وصلكم والحل امامكم حتى تستفادون منه وتحلوه وتدرسوا وفقا لما موجود بالقناة، واتمنى لكم كل التوفيق. في امان الله اعزائي.